السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوكمنت مانجمنت سهل جدا ان اجي هنا واقول له انا عايز الدوكمنت مانجمنت او البروجكت هوم او البروجكت ادمن او الاكونت ادمن. الدوكمنت مانجمنت ده بينظم لي الملفات بتاعتي، فاقدر اجي هنا واقول له انا عايز مثلا عايز اعمل سب فولدر واحط فيه الملفات بتاعتي او اغير رينيم او اعمل ابلود للملفات او لينك فايل او اعمل شير اشير الملفات دي مع اي شخص او بديله الايميلات بحيث يبقى عنده قدره ان هو يطلع عليها، او اد اتريبيوت بضيف كلمه معينه بحيث اقدر انظم الملفات في اي لحظه عايز اعمل سيرش اقدر الاقي الحاجه اللي انا عايزها، او اعمل سورت باي ارتبهم بترتيب التاريخ او بترتيب الاسامي، او بيرميشن ادي تصريحات لشخص معين ان هو يطلع على الحاجات ديت. بكتب الايميل بتاعه واحدد بقى اول حاجه هنا ابلود اونلي، هو بس يعمل ابلود، او فيو اونلي يبدا يشوف بس، او فيو زائد ابلود، او فيو زائد ابلود او ويد كمان، او فيو ابلود ايديت كنترول يقدر يدي صلاحيات اخرى لشخص اخر. ده البي دي اف فيور، ممكن تخليه البراوس وده الافتراضي او بين فيور، وممكن تخلي ده لكل الصفولدر او لده بس. هنا ممكن تعمل submit for review، هنختار work flow معين، اقول له create approval work flow one step approval او two step، يعني في كم واحد هشوفها عشان يتم الوفاء، مثلا 3 step فلان، بعد كده نشر review، بعد كده نشر review final review وهكذا. هنسمي ده مثلا بيم ريفيو، بيم ورك فلو. الديسكريبشن بتاعه الستيب اول خطوة، مين اللي هيراجع الخطوة التانية، انيشال ريفيو، انيشال ريفيو تو، فاينل ريفيو. هندي لكل واحد فيهم الصلاحيات، يعني الريفيو الاولاني هنقول مثلا ان هو ده الاركيتكت، الريفيو التاني مثلا هيبقى البيم مانجر، وبعد كده الستيب نيم الفاينل ريفيو هنقول مثلا هو الدوكومنت كنترول، مثلا مسموح له كام يوم، مسموح له مثلا 3 ايام، تلات ايام. الانيشيال انا الفاليو الابروفال، ابروفال هيكتب عليه لو تم الوافقة ابروفال، او الريجكت لو اترفض. also copy approval هنحطه مثلا حاجة اللي توافق عليها، نختار فولدر نسميه مثلا الابروفال، نختار فولدر من دول نحط فيه الحاجات اللي تم الموافقة عليها. اقول له سيف، ارجع بقى دلوقتي لدوكمنت مانجمنت. اقول له انا عايز مثلا الفولدر دوت، ده هو البي دي اف، اقدر اعمل سيلكت عليه، اقدر اوبن ان براوس، اقدر افتحه، اقدر اعمل له موف، انقله، كوبي، اقفله بحيث محدش يقدر يغير فيه، اقدر اعمل له شير، ديليت، اديت من اساينمنت، تختار له ورك سيت مثلا. وتختار التاريخ بتاعه اول، واقدر اجي هنا اقول له من براوس اكسبورت، اقدر اصدره موف، كوبي، رينيم، لوك شير، اديت سيت اساينمنت، تقدر تعمله مثلا موف تو اكسيستنج سيت، ممكن تقول له درونج سورس فايل، انا عايز اعمل له داونلود للسورس فايل، سبميت فور ريفيو، هنقول له مثلا سبميت اللي احنا استعملناها من شويه، الريفيو نيم النوت سبميت، انا بعتها لاول شخص هيبدا يرجع عليها.
دي لو في اي سبسكيشن بعمل لها ابلود الفوتو الديزاين البريكونستراكشن طيب البلانس هنا هدور على حاجة 3D اشوفها مثلا اللوحة ال2D مارك اب تقدر تعمل مارك اب على اي حاجة ككومنتات مثلا وتقدر تختار مثلا فري هاند بالشكل دوت تقدر تكتب تكست او تشاور على حاجة او تعمل مثلا مربع بالشكل دوت بعد كده اقول له دان كرييت تقدر تعمل واحدة جديدة او تعمل ايشيو اقول له كرييت ايشيو وابدا اختار بقى التايب ده حقيقي السب تايب ايه الستيتس التايتل ابدا ادخل المعلومات ديت اقول له مثلا المشكلة في الحتة ديت كليك لوكيشن تو بليس احدد لوكيشن وابدأ هنا اقول له ديزاين مثلا او اي حاجة تانية التايتل الاساين تو مين المفروض يحل المشكلة ديت التاريخ اللوكيشن لو في لوكيشن موجود قبل كده اللوكيشن ديتيلز الاونر الروت كيوز وبعد كده هقول له كرييت بعد كده هاجي في الهيستوري ابدا اشوف الهيستوري بتاعي طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل ارجع تاني للدوكيمنت مانجمنت الاقي هنا الريفيو لو في اي ريفيو هيظهر عندي هنا واقدر اشوف الحاجات الاوبن الحاجات اللي فيها مشاكل ستارت ريفيو ابدا اكتب الكومنتات اكتب اي تعليقات وبعد كده اقول له سبميت الريفيو بتاعي وفي ترانسميت لو في ترانسميت هيظهر معايا هنا يقول لي روح للفولدر هنختار مثلا الملف دوت واقول له ترانسميت التايتل بلان المفروض ده مفيش غيره بلان المسج لو في اي رسالة عايز ابعتها له فتيجي هنا في الترانسميت هتلاقي ظهرت عندك الملف دوت الايشيو لو في اي ايشيو هتبدا تظهر عندك هنا الترانسميت بعتت الايشيو لو في اي ايشيو تقدر تفتحها وتقراها كلها وتشوف هترد عليها ازاي لو في اي اتاشمنت صور او ملفات تظهر معايا هنا الاكتيفيتي لو في حد عمل حاجه هنا مثلا كرييت ايشيو لو في حد وافق عليها تظهر تاني وهكذا دي كل عشان تعرف الحاجة مشيت راحت لفين وتوافق عليها او متوافقش او ممكن يكون حد وافق عليها وبعد كده شخص اخر موافقش عليها وقال لا الحالة ده ما ينفعش فبنشوف المخطط نفسه مشي ازاي ممكن تقول له دي اوبن لسه مفتوحة دي اتقفلت دي فويد دي انسبكت وهكذا ممكن تصدر بعد كده المشاكل او الاشيو لبي دي اف